مشاهدي قناة القلم الفضائية السلام عليكم يسعدنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ضيف القلم استضافة أعلامي تونسي يشغل مدير مكتب قناة الجزيرة في تونس هذا الأعلامي هو الأستاذ لطفي حجي سوف نحاول أن نتطرح معه بعض القضايا المتصلة بطبيعة الحال بمسألة الأعلام بشكل خاص لكن أيضا بما يحدث في تونس بشكل عام مرحبا بكم استاذ لطفي اهلا وسهلا مرحبا بك استاذ لطفي هناك بعض المسائل التي تبدو معلقه في كثير من المجالات وعلى راسها المجال الاعلامي وهناك الكثير ما يمكن ان يقال ايضا عن الوضع العام بتونس نريد ان نعرف موقف الاعلامي عن الاعلام ومما يجري بشكل مباشر وبصفته الشخصيه قبل ان تكون بصفته الـ إعلامية. سوف نتابع مع بعضنا هذا التقرير ثم نشرع في الحوار. من أبرز ما قيل عن الإعلام المعاصر أنه أسلحة صامتة لحروب هادئة. فهو أحد أهم الوسائط المستخدمة من أجل إخضاع الشعوب وأشد الاستراتيجيات تأثيرا وإثارة في المجتمع. واذا قيل عن الاعلام بانه سلطه رابعه على وجه العموم الا انه قد يتحول في ظروف استثنائيه الى سلطه اولى تتحكم في المشهد الرئيس الذي يصنع الراي العام لا شك ان حريه الاعلام وحق التعبير عن الراي والنقد والتحليل وانفتاح الحوار على كل المواضيع التي تحررت من سلطان الحظر لا شك ان ذلك من المكاسب الرئيسه التي اصبح الناس يتمتعون بها في بلادنا اليوم والمؤكد ايضا ان استفاده الحقل الاعلامي من هذا الوضع الجديد لا يقل عن استفاده عموم الشعب الذي اصبح على درايه بمخططات منظومه الحكم والتحكم وبامكانه الحيلوله دون استبدادها على نحو ما كان في السابق لكن هذه الوضعيه بقدر ما تلبي اغراضا قصوى يلتقي حولها الجميع ويحتفي بها لما يمثله الاعلام الحر من مكانه في حياه الناس الا ان انزياح وسائل الاعلام احيانا عن هذه الاغراض لاعتبارات ايديولوجيه او سياسيه او لخدمه سلطان المال قد يشكل خطرا ليس على الاعلام فحسب وانما على وحده المجتمع واستقرار هو في امس الحاجة إليهما لا يمكن ان ننكر التوتر الذي يشهده المجال الاعلامي من جراء تعمق التجاذبات السياسيه وحتى الدينيه وليس هناك ما يمنع اي رؤيه من ان تعتبر نفسها الرؤيه الاحق والاجدر بان تعبر عن حقيقه ما يجري بشكل او باخر وبالطريقه التي تقدر وجهتها لكن ذلك لا يبرر قطعا ان تكون صوره الاعلام على هذا النحو دون غيره ولا يمنع ايضا من التنبيه الى الاخطار التي تحملها ايه رؤيه احاديه التوجه صحيح انه بفضل الاعلام لم يعد هناك جدار عازل بين الفضاء السياسي والفضاء العمومي لكن هل ينبغي ان يكون ثمن ذلك التخلي عن المطالبة بالحياد والمسؤولية؟ ألا نحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى درء الحسابات السياسية والأغراض الإيديولوجية، خاصة في الحقل الإعلامي، لإنارة رأي عام كثيراً ما وقع الاستهزاء به، وغالباً ما تم خداعه؟ إلى متى ستظل استراتيجيا الإلهاء وصرف الناس عن مشاكلهم الفعلية؟ وصناعه الراي العام وتعبئته الاسلوب الاوحد لاغلب الوسائل الاعلاميه في بلادنا اليس من حق هذا الشعب ان يتمتع باعلام وطني حر استاذ لطفي لنبدا من محاوله معرفة أهم المحطات التي مررتم بها في الحقل الإعلامي. سواء أثناء سنوات الجمر أو بعد الثورة. يعني هي المحطات لم تكن عديدة جدا محطات واضحة كانت هناك ثلاثة محطات كبرى في مساري الإعلامي البداية كانت في منتصف الثمانينات في مجلة فكرية وقتها تسمى مجلة 1521 وهي مجله كانت تسعى ان تحاول تجديد الفكر الاسلامي في ذلك الفتره وتضمنت العديد وهي التي تعرف بمجله اليسار الاسلامي انا إذن مجله وهي التي ارادت ان تقدم مشروعا في تجديد الفكر الاسلامي وتضمنت العديد من المقالات والدراسات في هذا الغرض وكانت في الحقيقه حدثا كبيرا عند صدورها في تونس باعتبار الطابع التجديدي الذي اتسمت وتميزت به هذه المجلة المرحلة الثالثة كانت في أواخر الثمانينات تسعة وثمانين تسعين عندما التحقت بمجلة حقائق وهي مجلة أسبوعية سياسية جامعة تدرجت في المناصب في هذه المجله الى ان اصبحت رئيس تحرير القسم العربي قضيت فيها نحو 16 او 17 سنه ثم سنه 2004 انتقلت الى قناه الجزيره غادرت مجله حقائق وانتقلت الى قناه الجزيره لكن على ما اعتقد ان هناك لديكم تجربه في مجله موقف لا صحيفة موقف كنت أكتب فيها في نعم. سنوات التي سميتها أنت سنوات الجمر سنوات المنع كنت أكتب فيها كمقالات يعني متطوع أكتب بعض المقالات لأنها كانت تقريبا منبر هناك ثلاثة منابر ممكن كانت تسمح بالكتابة الموقف واحدة منها لكن كنت أكتب كمتطوع وكمقالات سواء مقالات تحليلية أو مقالات رأي يعني من حين لآخر أكتب فيها لم تكن هنا لم أكن بالعكس هي في تلك الفتره كنت ممنوع من قناه الجزيره لما انتدمت في قناه الجزيره السلطات التونسيه سلطات بن علي ارسلت مكتوبا رسميا في ظرف ثلاثه ايام الى قناه الجزيره وقالت انها لن تتعامل مع لطفي حجي كمراسل لقناه الجزيره نظرا لنشاطاته الحقوقيه فمنعت وربما وربما ذلك ما دفعكم الى وهنا كتابة رساله على عمود بالنسبه لصحيفه الموقف تتوجهون فيها الى الرئيس السابق بمثل هذه المظلمه وكان ذلك يوم 14 فبري على ما اعتقد 14 فبري 2004 هي كانت العديد من من التحركات يعني كانت المحاولات سواء من قبل قناة الجزيرة أو من قبل أنا للحصول على الاعتماد <applause> هناك منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان وعن حرية التعبير تدخلت في الغرض وراسلت السلطات التونسية من ذلك اللجنة الدولية لحماية الصحفيين التي تتخذ من واشنطن مقر لها بي جي وكذلك بالنسبه لهيومن راتس واتش قابلوا المسؤول عن وكالة اتصال خارجي في تلك الفترة الذي كانت تسند بطاقات التصريح عفوا الكريم هل يعود ذلك إلى موقف من قناة الجزيرة أم إلى موقف ضد شخصكم؟ هو يبدو الاثنين معنى إذا رجعنا الآن للتاريخ القصة صار يعني قرابة العشر سنوات الآن لكن إذا رجعنا إلى التاريخ يبدو الاثنين معا يعني هو النظام في تلك الفتره لم يكن يحتمل قناة الجزيرة نظرا لما تبثه من أخبار لنظر لموقفها المحافظ على الدرجة من الجرأة ومن المصداقية ومن المهنية فكان دائما النقد لهذه القناة ولعلك تذكر أن الكثير من الصحف التي كانت موالية للنظام في تلك الفترة والتي تمشي بالأوامر تأتمر بأمره كانت تنشر مقالات للتهجم على قناة الجزيرة ثم جاء دوري أنا باعتبار أن نشاطي مثلا في مجال الرابطة التونسية للدفاع عن قرسان ونشاطي في عدة مناسبات حقوقية ولا تنسى أيضا أننا في تلك الفترة أسسنا نقابه الصحفيين التونسيين سأتي الى ذلك, سأتي لحن. سأتي لحن. سأتي لحن. إلى ذلك سناتي على لكن هذا لكن هنا قبل ان لا لا انا تزامن فكان نوع نعم. من العقوبه سنعود نعم. الى نقابه نعم. الصحفيين. نعم. لكن تزامن ذلك مع النقابه فكان مع تاسيس نقابه فكان بمثابه نوع من العقوبه لي. نعم. نعم هنا فيما يتصل بالموقف من قناه الجزيره الا يعود ذلك الى نوع من التركيز فقط على الاحداث السلبيه أو على الأحداث التي يمكن أن تصور أشياء وتتغاضى عن أشياء أخرى هو التركيز على الأحداث الأحداث هي أحداث ليس فيها سلبي وإيجابي بعد ذلك المشاهدون يقيمون أو الناس يقيمون هذا سلبي أم إيجابي أما هي أحداث ولا يمكن لأي صحيفة أو قناة أو أي مؤسسة إعلامية تشتغل في مجال الإعلام أن تغفل عن عن الاحداث بالنسبه الى الانظمه القمعيه الانظمه الدكتاتوريه مثل كان الامر بالنسبه الى نظام بن علي هي ترى كل خبر خرج عن طوعها لأنها في تلك الفترة تحكمت في كل وسائل الإعلام خرج عن طوعها تعتبر خبر إيجابي لكن تعتبر خبر لكن سلبي عفوا نعم. نعم. لكننا نحن لا نرى الأمور بهذه نحن نراها من زاوية مهنية هل يجوز لنا ان نرسل هذا الخبر او ان نتعامل مع هذا الخبر ام لا لكن و... حسب أنه... انه كان يقال انا إذن اذا سلطت الجزيره الاضواء على اي نظام فان نتيجه ذلك هو سقوط ذلك النظام يعني هذا ما ما يقال لك الجزيره تقوم بدورها في المجال الـ الاعلامي، واذا كانت الانظمه الدكتاتوريه ابواتها أبي بيوتها من من زجاج فالمشكله في الانظمه قمعية وليس في في الجزيره التي قامت بدورها الاعلامي. معناها ليس هناك خلط بين ما هو سياسي وما هو اعلامي على حد رايكم. لا ليس هناك خلط، هناك تعامل مع الاعلام بمهنيه. نوع من المهنيه التي افتقدتها الصحف والمؤسسات الإعلامية التي كانت تأتمر بأمر بن علي وكان يتم تأطيرها تأطيرا محكما عبر الهيئات والمؤسسات التي ابتكرها بن علي في تلك الفترة وعلى رأسها وكالة توصيل الاتصال الحنسي الخارجي لكن هنا سيد الكريم هذه الممارسات لاحظنا أنها موجودة إلى اليوم بعبارة أخرى تحدثتم عن مثل هذا الموقف قبل سقوط النظام لكن اليوم لاحظنا وجود هذا الموقف ودوما مرتبط بما تتحدثون عنه ما حدث لكم في اجتماع دعيتم اليه في المنستير وهناك نوع من التهجم على شخصكم هل اكرر السؤال يعود ذلك الى استهداف الصحفي لطفي حاجي في شخصه ام يتعلق الامر بموقف من الجزيره والامر هنا يقع بعد الثوره وليس قبلها هو في تلك الفتره يعني الان مر اكثر من سنه على هذه نعم. الحادثه نعم. وادليت بتصريح وقلت ان ما وقع لي في تلك الفتره ذكرني بنفس الممارسات التي نعم. كانت تمارسها ميليشيات الحزب الحاكم كان نفس الشيء وخاصه انه اول اجتماع وفي تلك الفتره اتهم مجموعه من الحاضرين في ذلك الاجتماع بانهم من الموالين للحزب الحاكم سابق فامثال هؤلاء لن يغفروا للطف الحجي ولا للجزيره الدور الذي قامت به في الثورة يعني لن يغفر ولذلك هو نوع من الانتقام من الدور الذي قمت قمت به لأن هناك بعض التراكمات التي وقعت سواء في مساري المهني او في مساري الحقوقي مثل ما ذكرت لك نحن سواء ما قمت به على راس نقابه الصحفيين التونسيين وهي اول نقابه أو في لتقدمي او, أو, أو دعمكم للتقدمي الوحدوي التقدمي في مسيرتي اثناء الاضراب او ساتي هنا او اضراب ليس دعم للتحالف ساتي ساتي لتحالف 18 اكتوبر ساتي تحالف 18 اكتوبر 18 اكتوبر لكن اريد ان فقط أن أواصل هذه النقطة وأنتقل إلى تحالف 18 أكتوبر بالذات هل يفسر ذلك الصعوبات التي تواجهونها إلى حد اليوم؟ هي الصعوبات مربوطة بالوضع الإعلامي الآن في تونس. يعني الوضع الإعلامي الآن هو في مرحلة تحول ويحتاج إلى كثير من التنظيم ويحتاج من الناس من الأطراف السياسية إلى كثير من الاقتناع. الذي يحدث الان اننا مررنا من مرحله كانت فيها التاطير المفرط للاعلام والتاطير المحكم للاعلام والقمع المحكم لهذا الهيمنه الكامله الهيمنه الكامله نعم. الى الحريه المطلقه لهذا الاعلام دون ان يكون هناك قوانين منظمه للمهنه وهذه هي الثغره الكبيره الثغره الكبيره التي تجعل هناك نوع من الانفلات مثلما يقع الانفلات في قطاعات اخرى فالاعلام ليس قطاعا معزولا عما يقع في بلاد نحن الان في مرحله تحول في البلاد وكل القطاعات بصدد التغيير كل حسب اختصاصه وحسب ظروفه الخاصة الآن الإعلام هو في مرحلة تحول مشكلة الإعلام أن الهيئة العليا المستقلة للإعلام لم تمكن من العمل بشكل طبيعي مما خلف هذه الوضعية لو سمح أو ترك المجال لهذه الهيئة العمل لكان الوضع الإعلامي من ناحية القوانين ومن ناحية الانضباط ومن ناحيه المضمون لكان احسن بكثير مما هو عليه معنى اخر هل تقصدون بذلك فيما يتصل بتطبيق المرسومين 115 و116 بطبيعه الحال تقديم المرسومين لانه لانه غياب تطبيق هذين المرسومين ولد فراغ في القطاع ووقعت نوع من التجاوزات الكبيره سواء التجاوزات على المستوى الرسمي او تجاوزات بعض الاطراف الاخرى المدعمين او ولين لنوع معين من الإعلام، فحدث هذا التسيب وهذا الانفلات معنى اليوم ذلك اليوم أنكم, اليوم أنكم لستم ضد هذين المرسومين وليس لديكم أي أدنى تحفظ بإزائهم. اليوم اليوم لا يمكن أن ننكر، لا يمكن أن ننكر. ان هناك نوع من التسيب في العديد من التسيب بالمعنى الاعلامي، في العديد من المؤسسات الاعلاميه، بمعنى هناك سلب، هناك مخالفه للقوانين، هناك عدم احترام لاخلاقيات، من هذا كل من سيتولى محاسبة هؤلاء من لكن لنترك الحرية على الأقل نترك حرية الإعلام لا لا الح... لنترك الإعلام يتخذ على الأقل متنفس فليثلب وليهاجم إلى غير ذلك في إطار على الأقل تحقيق نوع من التوازن بين ما كان يعانيه من ضغط وما أصبح يتمتع به من حرية لماذا لا نترك له إمكانية التنفس يا سيدي الكريم نعم. الحرية نحن مع الحريه ولا يمكن لاي احد ان يزيد علينا في الحريه لاين عانينا في الماضي مثل ما ذكرت من اجل تحقيق هذه الحريه لكن الحريه وهذا حسب المواثيق وحسب طلبات المؤسسات المهنيه القائمه الحريه لا تعني غياب المسؤوليه ولا تعني الاشياء المطلق ان تقول ما تشاء في الناس وان تشتم الناس وان تثلب الناس وبدافع الحريه لا الحريه لها حدود تحددها القوانين تحددها المواثيق الاخلاقيه تحددها أخلاقية المهنة اذا ماذا اذا نتحدث عن مواثيق شرف في المهنه مواثيق شرف هي التي لكن ذلك ذلك في الاطار المستقر بالنسبه لهذا الوضع لكن لا نحن لسنا في اطار مستقر ثم بالنسبة إلي آه. كمشاهد كمواطن كان. عندما أشاهد القنوات التونسية اليوم وهي تتحدث عن المجال السياسي بكل أريحية وبكل هنا مباشرتية ودون أدنى ضغوط هنا أشعر بنوع على الأقل من الراحة تلك الراحة التي افتقدناها آه. في السابق لا نختلف في هذا نعم. لا نتحدث عن الحرية يا نعم يا أستاذ زهير نحن لا نتحدث عن الحرية أنا مع الحرية والحرية ضرورية في المجال لكن يجب أن يفهم الناس وأن يفهم الضيوف الذين يتم استدعاؤهم في المؤسسات الإعلامية أن الحرية ليست التطاول على الناس، والحرية ليست الادعاء على الناس بالباطل، والحرية ليست شتم الناس وثلبهم. هذا ما نختلف فيه، هذا ما يطالب به الصحفيون، الصحفيون التونسيون يريدون تنظيم القطاع الإعلامي. بدرجه تصبح في الحريه تمارس وفق الاخلاقيات هذا فقط يعني الان نحن لاحظنا ان هناك مثلا الان صحافة كنا نشتكي من بعض الصحف التي نسميها الصحف الصفراء او صحافه المجاري نعم. الان عاد هذا التعبير وصار هناك حديث عن صحافه ايضا المجاري في شكل اخر هذه الم يمكن ان يكون ذلك عفوا نعم. عفوا صحافه نعم. المجاري من قبل كانت تاتمر باوامر بن علي وجماعته الان هذه صحافه مجاري تستغل بدعوة الحريه لتشتم الناس وتهتك اعراضهم الحريه ليست الفوضى الصحفيون لم يطالبوا بالفوضى، صحفيون طالبوا بالحريه، بالعكس ان تنظيم القطاع الاعلامي وفق المراسيم الموجوده ووفق الهيئات التي من المفروض ان تشرف عليهم هي التي ستفيد هي التي يطالب بها الصحفيون وهي التي ستفيد الصحفيين وستفيد القطاع من ورائهم، لاننا لا يمكن ان نترك الامر هكذا على عواهنه. صحيح سيدي، لا يمكن ان نترك الامر ونترك الحبل على الغارب في هذا المجال بالذات، لكن لا تنسى اننا في مرحله انتقاليه. وفي مرحلة مخاض ويمكن أن يكون كل شيء جاهز لا أو لا أو جائز في هذا الإطار لا, 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 لا أنت تبرر لا أبرر ذلك لأن هناك ظواهر ليست أنت تبرر لا المرحلة الانتقالية لا, لا, لا تبرر التجاوزات شو يعني احنا حتى في غير قطاع العلمي نعم لما نحن في في مرحلة انتقالية هل يعني ذلك أن نتخلى مثلا عن القانون الجنائي فيقتل بعضنا البعض بدعوة أنا في مرحلة انتقالية أو يسرق بعضنا البعض بدعوة ان في لا مرحلة لا انتقالية لا نصل إلى مثل هذا الحد لا هو هو قياس هو قياس يمكن أن يصدق على القطاع الإعلامي وعلى أي قطاع آخر ليس هناك مرحلة انتقالية خالية من القوانين ليس هناك مرحلة انتقالية خالية من الأخلاق وإن وقع هذا في المرحلة الانتقالية فالمواجب الصحفيين أن يدينوه باعتباره لا يمثلهم وباعتباره يخرج عن اخلاقهم وعن اخلاقياتهم في بطاقه المهنيه, المهنية عندها ميثاق شرف مطبوع في خلف هذه البطاقه وعلينا ان نحترمه انا ساحترمه وغير من الصحفيين مفروض ان يحترمونه سواء كنا في مرحله انتقاليه او مرحله القارة هل معنى ذلك ان الاداء الاعلامي اليوم في تونس لا يرقى الى مستوى المامول هو بشهاده الجميع ومن خلال طلبات الجميع بمن فيها نقابه الصحفيين نعم. التونسيين هذا الاعلام نعم لا يرقى الى الى المطلوب، فيه الكثير من الحسنات، فيه الكثير من المكاسب التي تحققت من الثوره الى الان، لكنه لم يرتقي بعد الى المطلوب، دعني اقول الى الحد الادنى المطلوب، لان المطلوب قد يكون غايه لا تدرك، لكن الى الحد الادنى المطلوب هو الى حد الان لم يرتقي لذلك تجد نقابة الصحفيين تطالب تجد الصحفيين في المؤسسات يطالبون تجد كل المغايرين على القطاع لم يطالبون بذلك لكن بتحسيني. هنا هل يفسر ذلك الموقف الذي كنتم قد عبرتم عنه بل مارستموه في إطار تأسيس نقابة الصحفيين وفي إطار الدفاع عنها هو بالفعل دفاعنا عن هذه الأخلاقيات أخلاقية المهنة ودفاعنا عن القطاع هو الذي دافع بنا كمجموعة من الصحفيين المستقلين سنة 2004 إلى تأسيس نقابة صحفيين تونسيين وكانت أول نقابة مستقلة للصحفيين وأحدثت ضجة في الداخل كما في الخارج. في الخارج الخارج لقد صدى طيبا واصبحنا نعم. في ظرف وجيز اعضاء في الفيدراليه الدوليه للصحفيين وفي مجموعه من المنظمات الدوليه الاخرى كذلك في الداخل كان وهذا هناك ما يجهله الكثيرين نعم يجهل الكثيرين انه لطفي حجي من بين الاوائل الذين هنا سبقوا إلى تأسيس نقابة الصحفيين. هو في الحقيقة مجهود مجهود جماعي نعم. قمنا به والزملاء أسندوا إلي رئاسة الهيئة التأسيسية في تلك الفترة، لكن الأهم من كل هذا هو أن هذه النقابة لاقت صدى كبيرا وقامت بدور كبير أيضا في تحريك السواكن في تونس في تلك الفترة. اولا كانت كان نوع من الاقبال بالنسبه للزملاء في اكثر من مؤسسه عالمية في العديد من المؤسسات عالمية تمكنا من اصدار العديد من البيانات تتعلق بالانتهاكات الجسيمه التي وقعت في حق صحفيين اصدرنا تقارير في كل سنه كنا نصدر تقرير عن إيه؟ واقع هل يمكن ان يكون ذلك احد الاسباب الرئيسيه التي افضت الى عمليه المضايقه عليكم بكل الاشكال بطبيعه الحال هي كانت العمل كانت السبب الرئيسي والاساسي انشاء في التضييق علينا كنا نس يتم استدعاؤنا انا وبعض اعضاء المكتب التنفيذي او الهيئه التاسيسيه للنقابه، كان يتم استدعانا من قبل البوليس السياسي، اول مره استدعاؤنا في شو هي الهيئه العليا او الاداره العامه للشؤون السياسيه في الداخليه، لما لم نستجب لامرهم بالقطع مع هذه النقابه وبحل هذه النقابه باعتبار انهم كانوا يعتبرونها غير قانونيه، اصبح الاستدعاء من قبل البوليس والبوليس السياسي فكنا في كل مره نصدر فيها بيان او كل مره نصدر فيها تقرير يتم استدعائنا للشرطه للتحقيق معنا ولإجبارنا على امضاء تعهد بعدم النشاط في النقابه وكنا في كل مره نرفض امضاء هذا التعهد ما هي علاقه ذلك بتحالف 18 اكتوبر للحقوق والحق والحريات وهو في تلك الفتره كانت هناك فكره نظر الانسداد الافق الحريات بصفه عامه في تلك الفترة قبيل الدخول في إضراب الإضراب عن الطعام الذي شاركته في سنة في 18 أكتوبر سنة 2005 كان في شهر سبتمبر تم منعنا من عقد مؤتمرنا أردنا أن نعقد المؤتمر الأول للنقابة وحضر العديد من الممثلين عن جمعيات مهنية صحفية عالمية منعنا منعت في ظرف جمعة في ظرف اسبوع بيننا منعت الرابطه التونسيه الدفاع عن ايضا من عقد مؤتمرها تم الانقلاب في تلك الايام بالذات على على جمعيه القضاه التونسيين وتم تغيير المقر واغلاق المقر وتغيير الاقفال حتى لا يتمكن القضاه الشرعيون الذين انتخبوا بصفة الشرعيه من دخول المقر، كل هذه الاحداث ذات جاءت متزامنه مما ادى الى انسداد فكانت الفكره ان يشارك مجموعه من الممثلين عن الاحزاب وعن الجمعيات ومن المستقلين ان يشاركوا نعم في اضراب نعم التحالف عفوا التحالف هذا نجد فيه تقريبا الاحزاب التي نجدها ايه اليوم في الساحه السياسيه نجد السيد احمد نجيب الشابي السيد سمير ديلو المحامي المعروف سي المختار اليحيوي انتم وغيركم نعم الهمامي والعياشي نعم الهمامي عبد الروف العيادي نعم. يعني كان هناك ثمانية رغم أشخاص. رغم الاختلافات الجذرية نعم. الموجودة بيننا كان بينهم. هناك ثمانية أشخاص شاركنا في هذا الإضراب عن الطعام. الذي تواصل لمدة 32 نعم. يوما. نعم. وكان بمناسبة أردنا أن يكون هذا بمناسبة القمة العالمية لمجتمع المعلومات نعم. التي احتضنتها تونس. وفي تلك الفترة كانت الأنظار العالمية والسياسية كلها, كلها متجهة إلى, إلى تونس. فأردنا أن يكون التوقيت أو التايمينج يكون له دلالته وبالفعل هذا ما اثمر تعاطفا كبيرا على المستوى المحلي يعني الوطني وعلى المستوى الدولي مع هذا الاضراب. معناها من يرى من يرى العلاقه بين هؤلاء في تلك الفتره ويراها اليوم في المشهد السياسي. الشعار كان في تلك الفتره الشعار الشعار كان تفرقهم السياسه والايديولوجيا ويوحدهم النضال ضد الاستبداد فكان الشعار فكان النضال ضد الاستبداد أقوى من الدوافع السياسية والإيديولوجية على الرغم من أننا شاركنا في ذلك الأضراب بوصفنا نمثل النقابة الصحفيين هناك من شارك كمستقل مثل عياشي الهمامي الذي, <applause> الذي سخر مكتبه للقيام بالأضراب قمنا بالأضراب في مكتبه مكتب المحاماة وهناك السياسيين هناك السياسيين والجمعيين والجمعياتين الحقوقيين والإعلاميين فكان هذا الزخم وهذا التنوع هي فوسي فوسي هو بالفعل هو نعم هو تنوع أعطى الدفع والتضامن القوي الذي وجده هذا الإضراب ونجاح هذا الإضراب هو الذي دفعنا فيما بعد إلى تأسيس هيئة 18 أكتوبر الحقوقيات الحق 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 التي امتدت خمس سنوات, سنوات قبيل الثورة بقليل نعم. امتدت خمس سنوات وتمكنت من نقاش القضايا الاساسيه القصة. القضايا الخلافيه نعم. التي كنا نسميها القضايا الرما... الرماديه التي تفرق بين الاسلاميين والعلمانيين نعم. ونجحنا في ذلك في الاتفاق على ثلاثه نصوص اساسيه نعم. النص الاول كان حول حريه الضمير والمعتقد نعم. والنص الثاني كان حول المساواه بين الجنسين والنص الثالث كان في العلاقه بين الدين والدوله نعم. وهي مثل ما ترى قضايا لا تزال محل نقاش الى الان لو اعتمدوا هذا التحالف لو, لو هذا اعتمدت القوى السياسيه نعم. الان او القوى المتصارعه والتي تسمى قوى اسلاميه مقابل القوى العلمانيه، لو اعتمدت هذه النصوص لوفرت لو على تونس الكثير من الوقت ولاستطعنا ان نقفز على كثير من المراحل التي اضعنا فيها الكثير من الوقت هل معنى ذلك ان ما وحدهم على صعيد نضالي افتقروا اليه اليوم بسبب الصراع من اجل الكراسي؟ أنا في ذكرى في ذكرى 18 أكتوبر الماضية كتبت مقالا في الذكرى باعتبار أنا أعتبرها من أهم إن لم تكن أهم تجربة عرفتها تونس في عهد بن علي ما بين عهدين بن علي وبورجيبه نظرا لأهميتها ونظرا لقدرتها على توحيد الفرقاء نعم. كتبت مقالا بعنوان من وحدة الإستبداد إلى حتمية الوفاق وقلت ان القوى المدنيه والسياسيه التي اجتمعت في هيئه 18 اكتوبر بدافع مقاومه الاستبداد، يعني ان الاستبداد وحدها نعم، نعم. يمكن اليوم ان يوحدها ان توحدها حتميه الوفاق، يعني نحن لان البلد الان تحتاج الى نوع من الوفاق. لا تحتاج الى هذا الانقسام، هناك خطر، هناك تلاعب بالنار الان في في تونس، خطر على تونس هذا الشرخ الكبير الذين يريدون احداثه بين علمانيين واسلاميين، بين اخيار واشرار، بين تقدميين ورجعيين، هذا خطر، هذا سيجعل تونس منقسمه. نحن على السياسيين وعلى الاعلاميين كذلك ان يدافعوا عن خطاب التعايش، خطاب المواطنه الذي يمكن التونسيين جميعا من الت... التعايش تحت سقف واحد رغم اختلافاتهم السياسيه والايديولوجيه، نحن لا يمكن ان نبني تونس التناحر، تونس الصراع من اجل الفراغ، لا نريد ان نبني ثقافه التعايش. استاذ لطفي كثيرا ما نسمع عن مثل هذه الدعوه ليس من طرفكم، من طرف السياسيين، من طرف الاعلاميين، من طرف مجتمع الجمعيات المدنيه الى غير ذلك، دعوه الى الوفاق، لكن في الواقع لا نجد سوى الافتراق. بعباره اخرى هل ان هذا الموقف يعبر عن موقف سياسي ام انه يعبر عما يروجه الاعلام بشكل عام لكن ينقضه الواقع بشكل خاص هو على السياسيين بالاساس السياسيين الذين الان يتحملون مسؤوليات سواء كانوا في السلطه او في المعارضه التقريب في هذا وجهه النظر وان يجسدوا ان يجسدوا هذه الآراء التي يعلنونها، لأنه لا يمكن أيضاً أن يكون هناك ازدواجية في القول وازدواجية في في المعايير. إذا كان الكل يحرصون على هذه الثقافة، ثقافة التعايش، فنحن وثقافة التعايش ونبذ العنف، فنحن مطالبون جميعاً كتونسيين أن نحقق هذا على أرض الواقع ولا تكون مجرد تسويق إعلامي. هذا لماذا هنا عندما هنا استحضر على ما اذكر في مؤتمر الثاني للنقابه الوطنيه للصحفيين التونسيين هنا قولكم الثوره لم تصل بعد الى واقع الاعلام في تونس ورؤساء الشعب المهنيه او رؤساء الشعب المهنيه في مؤسسه الاعلام السابقه ما زالوا في اماكنهم ويوجهون المشهد الاعلامي التونسي. سؤالي الذي ساطرحه عليكم الان. من يتحكم في المشهد الاعلامي داخل الوسط السياسي اليوم؟ قبل ان تجيبوني عن هذا السؤال سوف نتابع اراء بعض الاعلاميين ثم نواصل. هل يمكن ان نتحدث عن اعلام مستقل اليوم في تونس ام هناك من يتحكم في المشهد الاعلامي؟ والله يعني مستقل بمعنى انه اكتساب الحريه والاستقلال عن السلطه السياسيه نعم هناك اعلام مستقل على الاقل بالمقارنه مع ما كان عليه الامر قبل قبل الثوره الامر قبل الثوره كان يعني الاعلام مسيطر عليه متحكم فيه وغير مستقل تماما على الاقل بالنسبه للسلطه السياسيه السلطه الاداريه انذاك فبهذا المعنى اليوم اصبح الاعلام مستقل عن السلطه في المطلق هكذا في بصفة إجمالية بعد ما كنا في حزب واحد ورأي واحد وإيمان واحد في منهج بناء تونس الآن تعددت الرؤية والرؤى في تونس انطلاقا من انتماءات الإيديولوجية وكذلك حتى الانتماءات السياسية يعني نجم كل القطاعات كل المجالات سواء كان سياسيا أو اقتصاديا أو كذلك اجتماعيا تتلمس فقط في الخطوة الأولى وفي البناء الانتقالي وفي الفترة الانتقالية دائما الخطوات تكون خبطة عشواء فيمكن في فترة تكون متوازنه تلك الخطوات لكن في فتره اخرى تكون غير متزنه بخطوط عن الاخرى. المتطلع للمشهد الاعلامي والتواصلي في تونس ما بعد الثوره خصوصا يعني يمكن نقول انه كان قبل يعني السائد هو اعلام حكومي نبحث على اعلام عمومي يعني لكن مع تعدد يعني الركائز الاعلاميه سواء كانت مسموعه الكترونيه او كذلك حتى مرئيه او صحف مكتوبه تعدت واصبح الطابع الخاص يطغى على هذا القطاع نجم نقول أن الصحفي الحق هو اللي يعني يرجع الى اخلاقيات المهنه الصحفيه ولا يمكن باي حال من الاحوال ان كان هو صحفي حق ويؤمن بهذه الاخلاقيات وانه ينحاز أو ينزلق إلى مطبات يمكن تكون هي مطبات وهي لكنه ينزلق فيها ويندمج مع المجموعة ويمكن هكا ينقولوا أنه فما نوع من التأثير نوع من الجذب إلى الوراء من بعض الأطراف السياسية ويمكن أن الإعلام ينخرط في هذه اللعبة بطريقة أو بأخرى نحكي مستقل ما نجموش نحكيو على اعلام مستقل ومحايد ما دام ما فماش هيئه عليا أه للاعلام ما دام السلطه أه السياسيه هي اللي تعين الاعلاميين وتعين على أه معناتها راس وسائل الاعلام اشخاص ربما أه معناتها فما حتى شكون أه ربما يعاب عليهم انهم ينتموا للعهد الفايت لا يمكن الحديث عن اعلام مستقل خلال فتره حكم بن علي بل ما شفناه وما لاحظناه هو غياب بعض الجرائد التي كانت موجودة في المشهد سواء كانت صحف مستقلة ومنها جريدة الرأي أو صحف تابعة لأحزاب كانت بطبيعة الحال وجدت تعطيلات كثيرة وتضييق كبير فقط الصوره اللي كانت في المشهد هي جريده الموقف وكانت تعاني من كثير من التضييق على مستوى الاشهار وعلى مستوى الاعلانات وعلى مستوى المحاصره ايضا. بعدنا كل البعد على كل ما يعبر عن اجندة معينة، اجندة سياسية خاصة إذا كان ما تحدث معناتها وتعلق الأمر بالبرامج اللي نقدمها سواء كان معناتها معناتها البرامج تتعلق بنبض الشارع ولا الحديث مع المواطن ولا مع المستهلك، فالتركيز أكثر يكون راهو على على حديث المواطن على صوت الشعب شنو ممكن يقول كيفاش ممكن يعبر هناك في بعض الاحيان خطابات تميل الى المعارضه خطابات اخرى تميل الى الاطراف الحكومه وهذا طبيعي جدا في الوضع والمشهد السياسي ما بعد الثوره في ظل الديمقراطيه الوليده اللي يلزمها وقت باش نتاقلم مع العرضيه الجديده نتاقلم مع وضعية مع وضعيه خاصه قبول الراي المخالف وقبول الاخر وفي انتظار ايجاد قوانين تكون معناها منظمه للقطاع ننتظر خاصه ان يكون الاحترام ويكون ان نبتعد خاصه عن الطريقه الاستفزازيه في بعض الحوارات اللي لاحظناها في بعض القنوات ويمكن بالطريقه هذه نبني ديمقراطيه جديده مبنيه على قبول الاخر وعلى التفاهم في كل احوال احنا نحاول باش نحسن الصوره نتاع الاعلام نحاولوا نبعدوا عن صوره البوق نتاع النظام نحاولوا انه نجتهدوا نحاولوا ميمالورزمون مع الاسف دي مذمومين مع مرة ما عمرنا ما نسمعوا كيف بيا ديما الناس تذم فينا ديما الناس تقول راكم انتم ما تحسنتوش ديما كذا لكن مع ذلك نتوقع انه ثم كمان بودر تحسن كبيره في الاعلام التونسي وان شاء الله التحسن هذا يجيب بشويه بشويه مش فرد مره بالوقت ان شاء الله كل شيء يتحسن وان شاء الله نطمحوا باش نعملوا مشهد اعلامي ممتاز جدا في تونس. بعد هذه الاراء التي استمعتم اليها نريد أن نستنير برأيكم، من الذي يتحكم في المشهد الإعلامي اليوم في تونس؟ يعني سبق أن قلت أن الإعلام الآن في تونس هو في مرحلة تحول، وهو يبحث عن معاييره الجديدة بما يجعله متطابقًا مع أخلاقيات المهنة ومواثيق الشرف. نعم وفي هذه الظرف بالذات هناك انتقلنا من الطرف الواحد في عهد الدكتاتوريه الذي يتحكم في الاعلام رغم ان هناك مؤسسات اعلاميه نجحت في في الخروج عن طوعه نعم. صحيح انها عانت وتعذبت وكذا لكنها نجحت في الخروج عن طوعه من هذا الحزب الواحد والتوجيه الواحد انتقلنا الى تعدد محاولات التدخل في القطاع الاعلام فتجد الان اطراف مختلفه دون ان تظهر في من من وراء الستار مثل ما يقال تحاول ان تحرك الاعلام هناك المال الفاسد نعم جزء من المال الفاسد في عهد بن علي لا زال يحرك بعض المؤسسات بعض او جزء من هذا المشهد الاعلامي حتى لا نعمم لان دائما هناك النزاهه وهناك السعي لاحترام المهنة قلنا المال الفاسد هناك يتدخل هناك الأطراف السياسية التي تريد أن تتدخل هناك الأطراف السياسية رب... من أي جهة من أط... أي جهة من, كل... جهة الحكومة من, 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 من المعارضة من... من, كل الجهات دعنا نقول الحكومة تتدخل من كل ل... الجهات نعم. فيها دون أن نسمي لأن نعم. أن نريد أن, نسمي. أن, نسمي نريد أن الرأي العام دون من كل الجهات من كل الجهات فهناك الجهات الظاهرة والجهات خفيه نعم. والجهات الخفيه اخطر بالنسبه الي الجهات الخفيه التي تريد ان تتحكم في المشهد وتحرك خيوط اللعبه هي اخطر لانها لا تبرز في الساحه البارز في الساحه يمكن ان تقرا له حساب يمكن ان تتعرف الى اساليبه الى غير ذلك لكن الخفي هو الاخطر اليوم عندنا مشهد في هذا يعني كل هذه الاطراف تدخل لم تجيبوني بعد لم تجيبوني بعد نعم. عن السؤال اريد ان اعرف بصوره دقيقه وواضحه من يتحكم في المشهد الاعلامي اليوم في تونس يعني انا لا لست هنا لاقدم لك اسماء ليس لا لكن ليس انا لا احتاج الى اسماء نعم لكن انا اتحدث عن اطراف نعم قلت ان المال الفاسد يتحكم قلت ان السياسيين قلت ان بقايا بن علي تتحكم تريد ان نعم تتحكم او تتحكم في بعض المؤسسات الاعلاميه جهاز امن الدوله السابق يتدخل على الخط ويحاول ان يحرك المؤسسات الاعلاميه كل هذه واضح المشهد، دون أن نقول من يتدخل في الإعلام من الداخل وليس من الخارج، لا وجود من يتدخل في الخارج في الإعلام. دون أن نقول هنا بير باللغة نعم الدارجة التونسية، نعم نعم يعني إذا كنا كل هذه الأطراف، قلنا المال الفاسد، قلنا بقايا بن علي، قلنا بقايا جهاز أمن الدولة السابق، أو قلنا الأطراف السياسية، يعني كل هذه الأطراف هي تتدخل ولذلك يجعله نوع من الموزايك أو أو الفسيفساء غير جميلة المظهر لأن ليس هناك تناغم هناك تضارب المصالح بشكل كبير في تحرك هذه الأعلام ومع الأسف الشديد ما أقوله أنه مع الأسف الشديد أن بعض المؤسسات الإعلامية أو بعض الأفراد يسقطون في هذه اللعبة لو كان هناك وإذا أردت أن نربط حديثي بما سبق أن قلته لو كانت هناك هيئة لها الصلاحيات القانونيه لتطبيق القانون لكان الوضع احسن لانه الان لو تتدخل جهه رسميه او يتدخل حزب يكون ذلك بمثابه التدخل الرسمي في شؤون الاعلام ولو تتدخل في حين انه لما تتدخل الهيئه التي تكون مستقله وله وهي مضبوطه هي مضبوطه نعم. بقانون نعم. نعم. لا احد يمكن ان ان يتكلم لانها لها صلاحيات كبيره نعم بما لكن في ذلك سؤالي سؤالي في السياق نفسه هل كان الاعلام ان يكون مختلفا؟ لو كان من هو في المعارضه اليوم في الحكومه ولو كان من هو في الحكومه في المعارضه. هذا يدخل في باب الرجم بالغيب لاننا لا يمكن ان نتنبا بالمستقبل، لكن هناك بعض المؤشرات يمكن ان نقراها لنقول انه في حاله تغير الادوار او انقلاب الادوار بين المعارضه والـ 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 والسلطه نعم. يبدو لي ان المشهد لن يتغير لم يكن مغاير كثير لان هناك المرحله الانتقاليه والمرحلة الانتقالية هذه سيتخللها كثير من اللخبطة وكثير من الفوضى وتحتاج إلى وقت لتستقر الأوضاع فبالتالي لن يتغير المشهد كثيرا. لكن هنا دوماً, كثيراً. دوما يبقى هناك أمر مغيب في جميع الإجابات التي أستمع إليها والتي يستمع إليها الرأي العام. مش مني أنا. هنا الإجابة. أتحدث بصفة عامة وبما في ذلك الإجابات التي استمعت إليها الآن. هو أنه الجمهور الراي العام لا يؤخذ في الحسبان لا يؤخذ في الاعتبار وكما لو انه الضحيه الاولى للاعلام هو مفروض ان اي مؤسسه اعلاميه لما تضع برامجها تضحى لجمهور مفترض يعني انت لما تنشا تلفزه او معقول. تنشا نعم. تنشا جريده تريد ان تبيع مفروض ان تقوم بدراسه لجمهورك ما هو الجمهور المستهدف ما هم المتقبلين المستهدفين يعني هذا لابد من اخذ بالاعتبار ولا من مشاركه الجمهور ربما هناك اخطاء ترتكب في هذا الصدد هنا نعلم, نعلم ان هناك صناعه للراي العام إيه؟ نعلم ان هناك تنميط للذوق لما لا يكون الاعلام متجها في هذا السياق ويغيب الفئه الاغلبيه في المجتمع والتي يمكن ان نعدها بمثابه الفئه المستهدفه وهو ما لا يؤخذ في بعين الاعتبار أي مفروض ان يؤخذ بعين الاعتبار لانه هو هو الهدف هو الجمهور لكن الان حتى ان شوف المتدخلين في القطاع الان نعم. هناك جزء كبير منهم الذين حصلوا على تراخيص سواء صحف أو مؤسسات ليسوا من القطاع الإعلامي وليس عيب أن يدخل أطراف ليس من القطاع الإعلامي لكن كان المفروض أن يتم الاستنجاد بإعلاميين كفاف في ذلك المجال لي؟ لانهم يعرفون القطاع اكثر من غيرهم ولانهم يعرفون الساحه سواء كانت الساحه السياسيه او الاعلاميه بصفه عامه الاعلاميه بما فيها يعني هذا الراي العام الذي نتحدث عنه كان المفروض ان يتم الاستنجاد بهم هذا في كثير من الاحيان لم لم يقع مما جعل المشهد على ما هو عليه الان يعني نحن نحتاج الى كثير من من العمل لتحسين هذا المشهد وانا ربما من الذين يعتبرون أنه بمرور الوقت يمكن أن تستقر الأوضاع في اتجاه المهنية أستاذ لطفي أمران يمكن أن نستخلصهما من قول أحد الإعلاميين المشهورين ونريد أن نعرف رأيكم في ذلك الأمر الأول يتصل بمقالة في إطار مهنة الأعلام إننا بصدد خطر يهدد المهنة في وطن تتناوشه المخاطر من كل صوب ويتراجع حلم ثورته يوما بعد يوم ما تعليقكم على ذلك؟ بالنسبة إلى هذا الخطر هناك فعلاً يعني الإعلاميون الآن يواجهون مشكل حقيقي اسمه الفيسبوك أو شبكة التواصل الاجتماعي. التوصل الاجتماعي يعني بقدر ما أن هذه الشبكة شبكة مهمة من حيث المعلومات ومن حيث تدفق المعلومات من حيث كم المعلومات من حيث سرعة المعلومات إلا أنها بالنسبة للصحفيين صارت عبئاً كبيراً في. إحدى جوانبها وهي الجانب المتعلق بالمصداقية وبالأخلاقيات، يعني الفيسبوك الآن صار فيه الكثير من الأكاذيب فيه الكثير من التركيب تركيب للصور تركيب للكلام فيه الكثير من الاخبار الزائفه التي تنشر هكذا في نوع من التغطيات السياسيه تصفيه حسابات بين السياسيين او حتى تصفيه حسابات بين اشخاص المشكل هنا بالنسبه اين يكمن بالنسبه للاعلاميين يكمن في انه في بعض الاحيان تنتشر معلومه في الفيسبوك ومن شده انتشارها تصبح كانها امر واقع ويطلب من الاعلامي ان يتثبت في هذه المعلومه وان كانت صحيحه ام لا فهو نوع من الشغل الذي يشتغله وراء الأخير، يعني لهث وراء الاخرين في كثير من الاحيان غير صحيحه كذلك بالنسبه للاشخاص او بالنسبه للاحزاب او بالنسبه للحكومات هي مضطره في كل مره ان تصدر بلاغات لتؤكد ان هذا الخبر او هذه المعلومه او هذه الاشاعه التي راجت على شبكه التواصل الاجتماعي لا اساس لها من الصحه لكن لا وال... تنسى سيدي ان الفيسبوك هو الذي ساهم بشكل او باخر شان بين في حال. تحقيق هذه الثوره لا بطبيعه الحال هذا لا ننكره نحن قلنا أن الفيسبوك فيه كثير من الاشياء الايجابيه نعم. وايجابياته اكثر من من سلبيات لكن نحن نتحدث عن الجانب السلبي الجانب الأخلاقي لأنه في, في الأعلام الكلاسيكي إنشأنا بما هو أعلام ورقي وما هو لا. إذاعة وما هو هناك نوع من الصرامة في إصدار الخبر وفي نشر الخبر هناك نوع من التراتبية التي تفرض نوع من خليني أقول تعطير حتى لا أقول رقابة مثلا صحفي لما يكتب يسلم مقاله إلى رئيس القسم هناك رئيس القسم هناك رئيس تحرير يعني يمر على عدة أطراف لكن عفوا عفوا سيدي هنا أرى أن هناك نوع من التحامل في هذا الإطار لسبب بسيط هو أن الإعلام الافتراضي اليوم اصبح يشغل حيزا كبيرا، ناحيه اولى، ناحيه ثانيه، ما حدث مؤخرا اليس من شانه ان يزعزع بعض الثوابت فيما يتصل بما به منظمه انونيموس؟ عمليه الاختراق لعديد المواقع الالكترونيه، عديد المواقع بالنسبه لاسرائيل وبالنسبه لاشياء كانت تبدو حساسه وغير قابله للاختراق. هناك مستويات مختلفه. نعم. يعني هناك اشياء قلنا انها تدخل في باب التطور، لا يمكن ان نبقى نحن كاعلاميين مثلا ان نبقى ندافع عن الاشكال الكلاسيكيه فقط نعم. لا هناك نوع من التطور، هناك الاجابات لكن هنا نحن نتحدث عن الاخبار الزائفه، نتحدث عن الكذب. نتحدث اتفق معكم، عن اتفق معكم. يعني في هذا حتى الصحافه المكتوبه او الصحافه المسموعه او المرئيه في فيها هذه الاشياء. هناك الان هناك مشكل كبير. الآن هناك مشكل كبير يتمثل في كيفية ضبط هذه المسائل يعني القوانين المتعلقة بالانترنت كيفية ضبط هذه المسائل شعرت معاوية بين الرقابة والمحاسبه بين القمع وتطبيق القانون، هذا امر صعب سواء بالنسبه للاعلاميين، سواء بالنسبه للحكومات، سواء بالنسبه للقضاه، يعني هناك امر صعب، نحن في مرحله جديده فيها تدفق كبير للمعلومات فيها الغث وفيها السمين، لكن هي يجب ان نقر بانها مرحله صعبه، انا يعني. بالعكس ابتهجوا لهذا الكم الهائل من المعلومات. المعلمات. الذي وفر على الناس على الاعلاميين على الباحثين سنوات ضوئيه من الوقت في في البحث نعم. لكن علينا ايضا ان نكون ان نلتزم بالاخلاقيات لا مناص من اخلاقيات ايضا لابد ان نعمل على وضع اخلاقيات الفيسبوك هذا ليس دورا فقط هو دور عالمي وان هناك تكون ايضا قوانين تكون هناك نوع من التوجيه التوجيه القانوني، يعني لكن انتم تطالبون أن ذلك بالنسبة إلى هذه الـ الـ بالنسبة إلى هذا المجال الذي يستعصي على الأقل في اللحظة الراهنة مراقبته. والحال أن هناك مجالات أخرى قابلة لأن تراقب ويقال فيها ما يقال في الفيسبوك، القنوات الإعلامية في الصحف إيه الى غير ذلك هو هذا لا يبرر ذاك نحن نعم. هذا لا يبرر ذاك نحن تحدثنا عن الصحف وعن المؤسسات العلميه وتكلمنا بنفس الـ الـ المنطق الداعي الى احترام اخلاق المهنه صحيح انه بالنسبه للفيسبوك هناك صعوبه كبيره من ناحيه الانتشار ومن ناحيه انه المعلومه هي خرجت من بلد غربي في اقاصي الدنيا مثلا وانت تقراها هنا في في تونس هناك صعوبات في المجال لان الصعوبات لا تمنع وجود الحلول يعني دائما هناك حلول يجب ان نجدها مثلا انت في في بعض المواقع لما تكون هناك مسائل خارجة عن الميثاق الذي وضعه ذلك الموقع يتم فسخ نعم. الرسالة فهذه من المسائل مثلا هناك أخلاقيات أنا لا أتحدث لا عن الرقابة ولا عن المسم الحريات وكذا بالعكس نحن كنا وما زلنا ودوما سنبقى ضد الرقيب القمعي الاستقصالي نعم. نحن مع الحريات لكن دائما نريد أن نقول للشباب خاصة أن الحرية لا تعني غياب المسؤولية وأن الحرية لا تعني غياب القانون. هنا النصف الثاني وتلك هنا إجابتكم وموقفكم أن الخطر هنا يأتي من الفيسبوك. لا لكن لم أقول هناك نعم نعم لا أستاذ زهير لم نعم أقل أن الخطر يأتي من الفيسبوك. نعم قلت أن الخطر توظيف يأتي من توظيف السيء الخارج عن أخلاقنا نعم بالنسبة للفيسبوك. نعم واضح واضح. لكن هناك من يرى أن الخطر أيضاً ياتي من خطر الهيمنه الاسلاميه التي على الاعلام بشكل او باخر من هذه الجهه او تلك ان يقوم بتكسيرها باي ثمن هو اذا كانت حدثنا عن الاعلام او الاعلامي لابد ان يكون يقظا هذا الاعلام او هذا الاعلامي او الاعلاميون ان يكون يقظا من كل اشكال الهيمنه يعني سواء كانت هذه هيمنه اسلاميه ام هيمنه شيوعيه ام هيمنه ليبراليه من كل اشكال الهيمنه لماذا نحصر هذه الهيمنه في فئه سياسيه او ايديولوجيه دون غيرها نحن لابد ان نحترز من كل اشكال الهيمنه وان نكون يدا او لقمه صائغه سائغه يتم توظيفنا كما كما شاء السياسيون واصحاب الايديولوجيات، يعني هذا لكن مع ذلك تبقى مع كل ذلك اذا تحدثنا عن عن اعلام في المطلق نقول هذا وعن استقلاليه الاعلام نقول هذا لكن دائما تبقى هناك الاعلام الذي يمكن ان نسميه الاعلام الحزبي او الاعلام الايديولوجي، هذا اعلام وراءه اطراف اسلاميه، هذا اعلام وراءه اطراف بلديه واخر وراءه اطراف شيوعية أو اشتراكية هذا معمول به في كل أصقاع الدنيا يعني معناها مرة أخرى لا وجود لإعلام مستقل بأي شكل من الأشكال هو في الحقيقة هناك إعلام حر وإعلام مستقل يعني تجد كل إعلام مستقل إلى حد لأنه مستقل ما عدا الاطراف التي تقف وراءه ليس مستقلا عنها لذلك سؤالي هناك سؤالي 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 استاذ لطفي و... وسوف لا سوف لا اترك ك... لكم اترك لكم تفضل ف... تفضل ف... ف... يعني هو الناس اذا كان تحدثنا عن الحريه شو الفرق بين اعلام حر واعلام مش حر اذا كانت تحدثنا عن الحريه يعني انه كل الاطراف يمكن ان تؤسس لاعلامها متى كانت لها الامكانيات والمواطن او القارئ او المشاهد او المستمع يجد حاجته فك التنوع الاعلامي فهمت كيف نعم. يعني يا جد حاجته فك التنوع الاعلامي يعني ولازم يكون هو القاسم المشترك بين كل الاعلاميين وكل وسائل الاعلاميه هي موثق شرف ما عدا ذلك له كل حريه اخي في في الاطراف في المؤسسات الغربيه وفي الدول الغربيه التي سبقتنا في هذا المجال نعم. يعني هناك الاعلام يسمى بالأعلام الخاص وليس المستقل الاعلام الخاص وهناك الاعلام الحزبي وهناك الاعلام الحكومي الاعلام الحزبي يقدر ان يكون هو ايضا اعلام ايديولوجي يعني يصطبغ لكن لازلنا, أطرف حزبي لازلنا بعيدين عن هذا التصنيف على الأقل اليوم فيما نعيشه لازلنا بعيد بعيدين عن هذا التصنيف، التصنيف الإعلام الخاص والإعلام هو هذا التصنيف موجود في الساحة في الساحة التونسية موجود، هذا التصنيف موجود الآن صرنا أمام مشهد إعلامي متعدد، هناك صحف إسلامية، هناك صحف للأطراف الماركسية، هناك صحف أخرى ليبرالية، هناك صحف أكري. يعني هذا المشهد موجود موجود وهو موجود حتى يعني قبل الثوره، نعم. كان هناك بعض أطراف اذا تسنينا بعض الاطراف الايديولوجيه كانت اطراف اخرى السياسيه موجود لها صحوفها قلت انها كانت تعاني وانها كانت تتحدث السلطه ومع ذلك كانت تصدر بصعوبات لكنها تصدر وتعبر عن اراء مختلفه، يعني هذا سيبقى موجود، لا يمكن الخوف من هيمنه طرف على اخر، هو صراع يمكن أن أقول أزلي سيبقى إلى بقاء الإعلام هناك محاولات للأطراف السياسية للاستقطاب للاستقطاب للتأثير نعم للكذا ما على الصحفيين أن إلا أن يكونوا يقظين في هذا المجال وأن يحترموا يحترموا مهنتهم معنى ذلك هنا وهذا هو ما سيقودني إلى سؤال في واقع الأمر الأخير من هذه على الأقل المرحلة من الحوار هل معنى ذلك أنه هناك إعلام محسوب على جهة إسلامية وإعلام محسوب على جهة علمانية بطبيعة الحال هذا موجود تلاحظه من خلال الصحف الآن بعد الثورة من خلال بعض القنوات هذا موجود وسيبقى موجود سيبقى موجود سؤالي سؤالي, سؤالي لم أوضحه عايباً عايباً ليس عيبا ليس عيبا لكن سؤالي لاوضحه بشكل أدق هل أن ذلك يعود اليوم إلى وصول الاسلاميين الى الحكم. هل اصبح الوضع مختلفا عما كان عليه؟ صحيح هناك هنا اعلام كان موجه في اتجاه واحد، لكن هناك محاولات محسوبه على هذه الجهه او تلك. هو ليس مرتبط بوصول الاسلاميين او غيرهم الى الحكم. هو مرتبط بوضع الحريات. حيث ما كانت هناك حريه كان هناك تعدد لا يمكن باي حال من الاحوال ان نقتصر الحريه على طرف دون غيره والا سقطنا في القمع والا اردنا ان ننتج التجربه الدكتوريه السابقه حيث ما كان هناك حريه كان هناك تنوع كان هناك تعدد الشرط الوحيد الذي يجب ان يشترط هو ان تحترم هذه الاطراف القانون ولا شيء غير القانون وتعيش مرحله التعدد في اجل مظاهرها. وماذا لو وقع الاعتراض على هذا التوجه او على ذاك تحت اي جهه من هاتين الجهتين؟ ما لم يخالف اي طرف ايديولوجي القانون لا يحق للطرف الاخر ان يعترض عليه والا دخل في مرحله التصفيه الايديولوجيه، مرحله محاسبه النوايا، مرحله القمع بصفه عامه، اذا كان هو ملتزم بالقانون فمن حقه ان يعبر عن ارائه في صحيفه في راديو في تلفزه ولا يجب ان يمنعه، اذا عدنا الى منطق المنع سنعود الى المربع الاول، مربع القمع ومربع الدكتاتوريه. يجب أن يفهم الجميع أننا دخلنا مرحلة جديدة هي مرحلة الحريات التي تسمح للجميع بالتعبير في اطار القانون والدستور. استاذ لطفي اتي الى المرحله الاخيره من الحوار وهي عباره عن اسئله ارغب في الحصول او يرغب الراي العام في الحصول على اجابات برقيه دون افاضه. السؤال الاول ايهما تعتبره ملائما لوضعنا في تونس النظام الرئاسي ام النظام المعدل؟ ربما النظام المعدل هو الاسلم الذي الذي يمزج بين النظامين هو الاسلم بالنسبه لتونس خاصه في التجربه الديمقراطيه الناشئه هذه. هل اعلام الجزيره افضل اعلام ام اقوى اعلام؟ لا نريد ان ندخل في تحت التصنيف شاكر نفسه يقرئك السلام ليس يعني انا باعتباري طرف لا يمكن ان أن أقارن مثل هذه المقارنات يمكن لطرف محايد يعني من خارج الجزيرة أن يقارن أما أنا فأنا طرف في الجزيرة وإذا ادعيتم الحياد فليس هناك أنت ما يمنعكم أن و... وأنت طرف في مسألة معينة أعتبر أني لم أحصل على إجابة عن هذا السؤال هل تعتبر الاتحاد أكبر قوة في البلاد بما في ذلك أجهزة الدولة؟ هو الاتحاد قوة كبيرة قوة تاريخية وقوة على التأطير هذا لا يمكن أن ينكره أحد ومن ينكر هذا يخطأ في حساباته الاجتماعية والسياسية معا هل استمرار تحالف الترويكا يعود إلى نجاح سياسة النهضة أم إلى فشل المعارضة؟ إذا أردت أن أكون نرجسيا نقول أن نجاح الترويكا وتمسكها إلى حد الآن هو بفضل ما قامت به هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات التي كنت من مؤسسيها، لكن نجاح أنهم وصلوا إلى نوع من التنازلات يعني مثلا كان هناك إمكانية التصدع في المفاوضات في تشكيل الحكومة الأخيرة عندما استقال السيد حمادي جبالي رئيس حكومة السابق لكن هم نجحوا في المفاوضات عندما وصلوا إلى نوع من التوافقات والتنازلات وهذا مهم في الحكم الجماعي يعني التنازلات والتوافقات مهمة هنا سوف تجرني إلى سؤال لم أقرأ له حساب في البداية صفتكم في تحالف 18 اكتوبر هل هي مجرد صفه اعلاميه؟ هي صفه اعلاميه وحقوقيه ان في نفس الوقت اعلاميه باعتباري بدات الاغراب بنقابة الصحافيين التونسيين ووصلت عضويتي في هيئه مونتسكيو بصفتي حقوقي مستقل وكانت هناك مجموعه من المستقلين في تلك الفتره اذكر الاستاذ عياش الهميم محامي اذكر الاستاذ خميس الشماري كنا ثلاثه مستقلين ولعبنا دورا اساسيا في هيئه مونتسكيو للحقوق والحريات مع ان هناك من هنا يزعم ان لديك ميولات لحزب النهضة الانسان لما يتحول الى شخصيه عموميه وتكون له تدخلات او يبرز في الاعلام تكثر حوله الاشاعات قالوا انني من من الحزب الديمقراطي التقدمي قالوا انني من النهضه قالوا انني من التكتل الديمقراطي عمل الحريات قالوا انني من حزب اخر شخص اعترضني قال انني من حزب العمال الشيوعي التونسي هذا ربما كله مهم لانه يدل على استقلاليتي هل تعتبر أن الصراع قائم بين قوى خارجية عربية وغربية من أجل التواجد في تونس هي تونس بعد الثورة أصبحت يعني مجال لل دعني أقول ليس الصراع وإنما مجال للتدخل مجال للفهم بالنسبة للأطراف الدولية والأطراف العربية أيضا لا،, لا يمكن أن تنكر الأطراف العربية أطراف دولية هذا ربما يحدث في كل الدول التي تعيش تحولات والتي في مرحلة تحول لأن كل الأطراف تريد أن يكون لها موقع قدم في هذا البلد على الحكومة أن تحمي البلاد وتكون يقظة الحكومة وكذلك الأحزاب السياسية أن تكون يقظة وأن تحمي البلاد من هذه التدخلات دون يعني ذلك انقطاع للعالم العالم لأنها لا يمكن أن تنقطع هناك مصالح الحفاظ عن مصالح البلاد مع تجنب كل مظهر التدخل التي يمكن ان تحدث من هذا الطرف او ذاك سؤال تريد طرحه على الحكومه ان تعزل في سؤال اه سؤال يعني لماذا تباطات في انشاء الهيئه العليا لاصلاح الإعلام وقد خلف ذلك كثيرا من الأضرار بالنسبة للأعلاميين وبالنسبة للمشهد الإعلامي في تونس بصفة عامة. لكن ذلك مناط برئاسة الدولة أكثر مما هو مناط يعني بالاثنين معنا الحكومة قانونيا رئيس الدولة هو الذي يعين ويختار الأشخاص لكن أين الحكومة كان لها دور في السابق الحكومة كان لها دور في هذا التاخير والكثير من اعضاء الحكومه اعترفوا بذلك هذه الحكومه السابقه سؤال تريد ان تطرحه المعارضه يعني لماذا التركيز من بعض اطراف المعارضه على هذا او التعميق محاوله لماذا محاوله تعميق هذا الشرخ في 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 تونس بين بين علمانيين واسلاميين بين خيرين واشرار بين تقدمين ورجعين اقول ان هذا مبرر سؤالي ان هذا ربما سيعمق الشرخ ونحن نحتاج الى نوع من الوحده والتوافق في هذه المرحله الدقيقه من تاريخ بلادنا لكن مع ان المعارضه ليست فقط من العلمانيين هنا حركة وفاة ليست من العلمانيين هناك بعض الحركات الإسلامية ليست من العلمانيين حزب العريضة الشعبية هذا ليست من العلمانيين هذا طبيعي لكن طريقة الأداة هي تعمق هذا الشرخ مع الأسف يجب أن يتفقوا على نوع من الكلمة التي تجعلهم يختلفون لكن لا, لا يعمقون هذا الشرخ لأن الخطر أن نتجه وهذا نحن بدأنا نتجه إليه أن نتجه إلى تركيز تونسين اثنين يعني تونس لانواع من البشر وتونس لانواع اخرى وهذا مثلا جسدته مظاهرات 9 افريل عيد شهداء كان هناك ثلاثه ثلاثه تجمعات كبرى وكان هناك كل يغني على على ليلى وكان من المفروض ان هذه مثلا المناسبه الوطنيه التي هي مناسبه لجميع التونسيين هي وحدت التونسيين قبل حتى وجود هذه الاحزاب التي تحكم الان او التي هي في المعارضه كان المفروض ان هذه المناسبه العظيمه من تاريخنا توحد التونسيين على الاقل في هذه المناسبات الكبرى سؤال اخير تريد طرحه لوسائل الاعلام او الاعلاميين. لماذا تعتمد بعض وسائل الاعلام باقلام اعلاميه او بالسن اعلاميه خرق اخلاقيات المهنه بهذه الصفه التي تسيء الينا كاعلاميين. اشكركم استاذ لطفي ونرجو ان يتكرر اللقاء بكم على ان اترك لكم كلمه الختام لهذا اللقاء. كلمة ختام أرجو أن أرجو لكم التوفيق قناة ناشئة وكما أرجو أن نلتقي في مناسبة أخرى ونكون قد حققنا تقدما ملحوظا في مجال الإعلامي لأن هذا التقدم لا يخدم الإعلاميين وحدهم وإنما يخدم كافة التونسيين جميعا أعزائي المشاهدين هكذا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة التي صادفنا فيها الأستاذ لطفي حجي الإعلامي بقناة الجزيرة فإلى اللقاء うん。<music>